نحى الفنان المغربي أسامة البسطاوي الفنان الراحل حميد نجاح من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وعبر الممثل المغربي أسامة البسطاوي ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي عن حزنه الشديد بعد علمه بخبر وفاة الفنان القدير حميد نجاح واختار أسامة البسطاوي أن ينحي الراحل بكلمات مؤثرة جاء فيها الله أكبر وفاة الإنسان والفنان والأب الروحي حميد نجاح إن لله وإن إليه راجعون نتلاقاو في دار السلام إن شاء الله